ولنقاش الاجتماعات الأخيرة للجنة الدستورية بين وفدي المعارضة والنظام. ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفر. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بك. وصف المبعوث الأممي لسوريا الجولة الأخيرة للجنة الدستورية بالمخيبة للأمل، ما الأسباب التي أدت إلى هذا الفشل برأيكم؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة بعد 5 جولات من المحادثات في اللجنة الدستورية التي تتركز مهمتها الأساسية في كتابة أو صياغة دستور جديد لسوريا، باعتبار أنك على ضمن فرض أن كتابة دستور جديد لسوريا قد يفسح المجال أمام حل سياسي. كان هناك مماطلة كبيرة ومشاغلة من طرف النظام، رفض الالتزام بجدول زمني، رفض الالتزام بجدول أعمال محدد وتفصيلي، رفض تقديم صياغات محددة للنقاش حولها بخصوص الصياغة الدستورية، واكتفى بمناقشة المبادئ الأساسية والتعريفات وغيرها من التفصيلات المتعلقة التي لا تتعلق بشكل مباشر بعملية صياغة الدستور. وهذا أفشل معظم الاجتماعات وأخرجها عن إطارها، بمعنى أنها لم تنتهي إلى نتائج ملموسة أو إلى نتائج متفق عليها بين الأطراف. في نفس الوقت هناك مسار آخر موازي النظام يعمل عليه، تضمن عملية انتخابات تشريعية وفق دستور 2012 الذي كتبه هو، وأعلن عن انتخابات رئاسية في شهر الخامس القادم أيضا وفق الدستور الذي كتبه هو. وهذا المسار يغلق الباب تماما، يقطع الطريق أمام أي حل سياسي عادل في سوريا، ولا يعطي ويعني يسحب أي معنى لأي دستور تكتبه اللجنة الدستورية أو غيرها، لأن النظام بشكل أو بآخر هو يجري الانتخابات ويدير مشهد داخل سوريا وفق الدستور الذي كتبه هو وليس وفق الدستور الذي عمله. نعم، كيف يمكن تفسير استقالة العميد عوض العلي من اللجنة الدستورية ووصفه للجنة بالعبثية، وهل سيفتح ذلك الباب أمام استقالات أخرى في وفد المعارضة؟ نعم، أولا منذ اليوم الأول للإعلان عن اللجنة الدستورية استقال العديد من أعضائها، ليس عددا كبيرا لكن عدة أشخاص من أصل 150 تقريبا، 5 أو 7 أشخاص رفضوا المشاركة واستقالوا منها مباشرة قبل أن تعقد أولى اجتماعاتها، لأنهم شعروا بهذه الإشكالات التي يتم إثارتها اليوم، يعني أنه لا يوجد جدول زمني واضح، لا يوجد تفاصيل واضحة، وبالتالي أن الاجتماعات تتحول إلى اجتماعات دردشات سياسية عبثية. ايضا الان بعد فشل الجوله الخامسه التي كان عول عليها للانتقال او للدخول في نوع من التطبيقات العمليه، هناك عضو استقال هو الشخص الذي ذكرتم العميد عواض، وهناك اعضاء جمدوا عضوياتهم في اللجنه لحين البت بمصير هذه اللجنه وبطريقه عملها، بحيث يكون هناك طريقه منتجه اكثر لعمل اللجنه. كيف سينعكس فشل هذه الجولات الدبلوماسية والسياسية من المباحثات على الواقع الميداني والإنساني في سوريا، لا سيما للنازحين في المخيمات؟ نعم، الحقيقة هذه هي النقطة الأهم. فشل المسار السياسي في مقابل إصرار النظام على المضي في تصوره الخاص لسوريا سيعني تعميق فكرة الانقسام بين مناطق سوريا المختلفة، لأن هناك منطقتان كبيرتان من سوريا هي شمال شرق الفرات ومنطقة الشمال السوري، لن تقبل بالعودة للحياة تحت حكم دستور بشار الأسد، وبالتالي ستبقى بشكل أو بآخر منفصلة بنسبة ما بشكل إداري بعيدا عن المناطق التي تقع تحت سيطرة الأسد. أيضا فشل هذا المسار في مقابل إصرار النظام على الاستمرار بالمسار الخاص سيعني بقاء نسبة كبيرة جدا من اللاجئين خارج سوريا، لن يستطيعوا العودة للعيش تحت دستور الأسد الذي يجرمهم وتحت نظام الأسد الذي تعمل أنظمته أجهزته الأمنية والعسكرية على اعتقالهم، وهذا يعني استمرار محنة اللجوء، استمرار محنة المهجرين، حوالي 10 مليون مهجر سيبقون خارج سوريا. وبالتالي فالتبعات انهيار المسار السياسي الحالي مع صار النظام على المضي في مساره كبيرة. الدول الضامنة تركيا وإيران وروسيا أعلنت عن لقاء مشترك لها في 15 إلى 17 فبراير، يعني بعد 15 يوم من الآن، سوف تحاول خلاله استنقاذ ما يمكن استنقاذه من العملية السياسية.
هناك طبعا إشكالية كبيرة الآن أو عامل مهم الآن أن الولايات المتحدة لم تحدد وفق الإدارة الجديدة بعد سياستها في سوريا كيف ستكون، وبالتالي هناك ترقب من قبل هذه الدول ومن قبل الفاعل السوري للدور الأمريكي أين سيصب أو أين سيتجه. شكرا جزيلا لك رئيس مركز إدراك لدراسات باسل حفار، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.